أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب خلال يوم الغد إن شاء الله ضمن تيارات جنوبية غربية، سحب ركامية رعدية على المناطق الغربية وكذلك الوسطى، احتمال لبعض الزخات من المطار على السواحل وحتى على المرتفعات، حتى الرياح ستشتد على الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الغربية تصل لغاية 60 كيلومتر في الساعة، وأجواء مغشاة على المناطق الشرقية. سحب ركامية رعدية أواخر النهار من منطقة تندوف نحو الصورة إلى غاية مناطق شمال الصحراء، كذلك احتمال لبعض القطرات من الأمطار غير مستبعدة إن شاء الله أواخر النهار، وتبقى السماء الصافية ومستقرة على باقي المناطق الأخرى. للإشارة فقط، الرياح ستشتد على الصحراء الوسطى كذلك أقصى الجنوب مثيرة لزوابع رملية. 6 درجات خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد على منطقة باتنا، 16 درجة هنا بالعاصمة، 19 درجة على وهران، 14 درجة على السواحل الشرقية، نفس المقياس على بسكرة لواد حسيم سعود ورقلة وحتى على ولاية بشار، 12 درجة على طمن راس وجانت. مقاييس ما بين 15 لغاية 20 درجة من الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله دائما طقس حار سيميز المناطق الوسطى وكذلك المرتفعات الداخلية الغربية، نرتقب 29 درجة على العاصمة، نفس المقياس على معسكر غليزان وشلف، 17 درجة على الجلفة، 25 درجة على كل من وهران وحتى على تلمسان، 22 درجة على بشار، نرتقب 29 درجة على تندوف، 22 درجة على طمن راسات وجانات، ترتفع كعلى مقياس لغاية 35 درجة على الخط الرابط ما بين الصحراء الوسطى إلى غاية برج باجي مختار وحتى على عين قزام. للملاحة والصيد البحري خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر مضطرب تقريبا على طول الشريط الساحلي، حتى الرياح ستشتد على الواجهة الغربية تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة. أحوال الطقس خلال يوم الجمعة إن شاء الله، اضطراب جوي سيلتحق على المناطق الغربية والوسطى، احتمال لبعض القطرات من الأمطار على السواحل وحتى على المرتفعات على شكل زخات رعدية، أجواء مغشاة على الواجهة الشرقية، مغشاة كذلك على منطقة الصورة كذلك منطقة تندوف، احتمال لبعض الأمطار على شكل زخات رعدية، زوابع رملية ستنشط على الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب، مع درجات الحرارة تتراوح ما بين 16 إلى 32 درجة على كافة المناطق الشمالية. خلال يوم السبت نهاية الأسبوع تواصل لتساقط الأمطار على السواحل وحتى على المرتفعات كذلك على منطقة تندوف ومنطقة بشار، وأجواء صافية عموما على باقي المناطق الأخرى. للإشارة فقط، الرياح ستشتد كذلك على كل من الصحراء الوسطى أقصى الجنوب مثيرة للزوابع الرملية، درجة الحرارة في استقرار على المناطق الشمالية ترتفع إلى 36 درجة على أقصى الجنوب. خلال بداية الأسبوع إن شاء الله أجواء مغشاة عموما على كافة المناطق الشمالية، بعض الأمطار غير مستبعدة على شكل زخات رعدية على منطقة بشار كذلك منطقة تندوف، مع تطويل لرمال على أقصى الجنوب، درجات الحرارة في تراجع خاصة على الواجهة الشرقية. وقت غروب الشمس اليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام 5:47 دقيقة. ولأكثر تفاصيل مواقع الأرصاد الجو الجزائرية في الخدمة، شكرا على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.